السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع اللي قناة في هذا الفيديو. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا تطبيق غادي يحول لنا الهاتف تاعنا الاندرويد الى اداة التحكم ولا الى ريموت كنترول. بعض المرات نلقاو مشكل في الريموت كنترول الخاصة بالاندرويد تي في ولا بالبوكس تي في. هذا التطبيق ان شاء الله غادي يجي مكان الريموت وغادي يتحكم لنا في كامل التلفزة تاعنا. ندخلوا مباشرة في الشرح. هذا التطبيق اسمه ريموت فور اندرويد تي في. هذا هو التطبيق. غادي تروحوا للمتجر تاع جوجل بلاي. التطبيق موجود على المتجر. تروحوا للبحث هنايا وتكتبوا ريموت فور اندرويد تي في. غادي يخرج لكم هذا التطبيق. ها هو هنا ريموت فور اندرويد تي في. ندخلوا هنايا ونشوفوا باش تعرفوا انه التطبيق مليح ولا ماشي مليح. غادي نهودوا ونشوفوا عدد التحميلات. ها هو هنا اكثر من 1,000,000 تحميل على متجر جوجل بلاي. ايضا التقييمات. شوفوا تقييمات تاع الناس اللي استعملوا هذا التطبيق 4.6/5. يعني انه التطبيق جميل وجيد. انا جربته عجبني فيه انه الواجهة جميلة، سهل التحميل والاستخدام، وايضا سهل باش تربطوا بالاندرويد تي في تاعكم. طريقتين باش نحملوا هذا التطبيق. الاولى على المتجر تاع جوجل بلاي، ثانيا تلقاو رابط تاع المتجر الخاص بنا على الموقع تاع لينكدين. كنا درنا عليه فيديو وتهبطوا كامل للاسفل من غادي تلقاو ها ديفر ابس. غادي تلقاو هو اول تطبيق ريموت فور اندرويد تي في. مجرد ان تخدم الضغط هنا يتحمل معكم التطبيق. بعد ما حملنا التطبيق ان شاء الله غادي نفتحوه، نوريكم طريقة الربط مع التلفاز تاعكم. نفتحوه هنا يظهر معنا بهذه الواجهة. وطريقة آلية، هو غادي يقوم بالبحث الاجهزة اللي تكون متصلة بنفس المودم ونفس الشبكة. كما قلنا لازم يكون الهاتف تاعكم والتلفاز مربوطين في نفس الشبكة. هذا هو الشرط الوحيد. غادي انا نضغط على الجهاز تاعي اللي نستعمل فيه اللي هو ميكول كامنف برو. نضغط على كونيكت هذه بالاخضر. غادي يظهر معكم واجهة تاع التطبيق. مباشرة يعطيكم طريقة الربط وهي سهلة جدا. غادي تظهر في الشاشة هذا الكود، ندخلوه في التطبيق تاعنا نفسه. هذا الكود اللي يظهر غادي نديرو هنايا سابميت. تشوفوا تعطوه هنا اسم تاع الجهاز هذا. غادي نكتبوا له ميكول كامنف برو. نديرو دون هذا ممكن ديفايس كونيكتد. تحصلتوا الان على ريموت كنترول من خلال الهاتف تاعكم. شوفوا هنا نختاروا يعني الواجهة اللي تاعتكم، اما هذه الواجهة المربعة الخاصة بالاتجاهات ولا هنايا الدائرية. غادي نختاروا حلوة كيما راهي. نديرو نكست، نديرو دون هذا ممكن. هذه هي الواجهة، سهلة جميلة وتساعدكم في التحكم في التلفاز تاعكم. شوفوا هنا كان عندنا، غادي نخرجو كامل. شوفوا عندنا هنا أزرار تاع اتجاهات، هذه فوق تحت يمين يسار. عندنا الزر تاع الهوم، عندنا الزر هنا تاع تكتب اي حاجه من خلال لوحه المفاتيح. عندنا الزر تاع الصوت، كتم الصوت نقدروا نرفعوا نخفضوا الصوت. زر الرجوع، عندنا الزر تاع الارقام، عندنا الزر تاع التغيير. هنا في الاعلى كامل عندنا اختصارات للتطبيقات المهمه كيما نتفليكس، يوتيوب، برايم فيديو. غادي نجربوا ضغطوا اليوتيوب يفتح لنا مباشرة في الجهاز تاعنا. ولا ايضا كاين خاصية تاع البحث الصوتي. مباشرة انك تضغط هنايا البحث الصوتي تعطيه صلاحيات وتقول له اوبن يوتيوب ولا اوبن اي تطبيق اخر غادي يفتح. هنا الهاتف تاعي ما فيهش ميكروفون، نقدرش نجرب. وهنا عندكم كما قلنا اما فيها اوكي في الوسط او فيها زر تاع شوف شغل جايك الماوس باد كيما لا سوري تطلع تهود يمين يسار. هذه اهم اختصارات اللي كاينه هنايا. تقدر ايضا تطفي الجهاز تاعك من الاعلى. ها هنا ها هنا الجهاز راه يطفى. هذا هو التطبيق تاعنا تاع اليوم. كنا يعني شرحنا القناة اكثر من تطبيق، وهذا من بين افضل التطبيقات السهلة اللي تاعتكم. تقدروا هنا ايضا اذا كان عندكم اكثر من جهاز يعني تربطوه به، غادي تجو هنايا تختاروا
الجهاز اللي حابين تستعمله. وإلا كاين أيضا في الإعدادات، كاين هنا بعض الإعدادات كما ريموت لايوت، تقدروا تشوفوا الشكل اللي يعجبكم، تقدروا تشوفوا التطبيقات، تشوفوا الألوان، وتشوفوا ميديا بوتون، يعني تخصوا أي حاجة أنتم تستعملوها. كاين هنا ريموت بيهيفير، هذه تاني عندنا مانج أبليكيشن، هنا تتحكموا في التطبيقات اللي تجي في الأعلى، تقدروا تحذفوه منها ولا تضيفوا أي تطبيق تكونوا تستعملوه يعني بكثرة، ديروه في أعلى الشاشة. هنا كونكت ديفايس، يعني تشوفوا الأجهزة اللي تكون متصلة بهذا التطبيق. هذه أهم الخصائص الموجودة فيه، غادي يخليكم رابط التحميل تاعو في رابط مباشر في الوصف تاع الفيديو، ولا تروحوا كما قلنا جوجل بلاي غادي تلقاو هذا التطبيق الجميل. إن شاء الله يكون فاتكم، تلقى في فيديوهات أخرى. السلام عليكم.